عليكم بنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا ثاني فيديو جديد، جيت نبارطاجي معكم الرفيسه غديرها لنا الوالده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا دجاجه صاينه مغسوله بالحامض دو الملحه، وهنايا درنا العطريه في الكوكو باش نقضوا بها الدجاج. نبارطاجي معكم التوابل، معلقه ممسوحه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ممسوحه ديال القزبر الحبوب، معلقه كبيره ممسوحه ديال راس الحانوت، معلقه ديال صغيره ديال السمن، جوج دامات ديال بنه الزعفران، ثلاثه الرؤوس ديال الثومه مفرومين كبار، وقبصه ديال القزبر والمعدنوس وشويه الملح. يما ترقد الدجاج وندوز معكم المرحله الثانيه ان شاء الله. شوفوا البنات، المرحله الثانيه زدنا نص كاس ديال الماء باش نرقدوا الدجاج. كيف ما كتشوفوا الوالده كترقد الدجاج، كتدخل المقادير العطريه كامله داخل ولا برا باش تشد الدجاجه تشد القامه ديالها مزيان، ونخليوها واحد نص ساعه ونديروها ان شاء الله طيب. وندوز معكم المرحله الثالثه ان شاء الله باذن الله. ثالث مرحله كيف ما كتشوفوا البنات، زدنا واحد كاس لاروب ما بين الزيت العادي والزيت البلديه، تتقلى الدجاج في العطريه وزينه. ايوا دزنا المرحله ديال التفساخ ديال اللوز باش نزينو به. كيف ما كتشوفوا درنا اللوز يتسلق، من بعد كنسخو باش نقليوه ونديرو في التريساج باش تسالي ونوريكم لا ريزلتا فينال ان شاء الله. من بعد البنات ملي فسخنا اللوز درنا الزيت، تكون بارده ما تخرجش تسخن وما تكونش العافيه مجهده، ونقليو فيها هاد اللويزات باش ما تحرقوش، تكون عافيه قليله والزيت بارده، وان شاء الله نديروهم في الدغيساج كيف ما كتشوفوا. وهاد الكوكو حتى هي راه خدامه كطيب، والبصله حتى هي كتعسل كيف ما نوريكم البنات. البصله كتعسل، حتى ندوزو ليطاب الاخر ان شاء الله. بعد البنات درت البيض السماني يتسلق كيف ما كتشوفوا باش يتسلق حتى هو نديروه في الدريساج. وكيف ما كتشوفوا ها هو اللوز حمرناه، شفتوا كي كيجي يعني ما جاش محروق بزاف. وها هو الدجاج تاع ايوا، وحنا ان شاء الله غادي نديرو نحطو نديرو الرفيسه وعاد ندير معكم الدريساج ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا البنات ها هو البيض السمان نقيته، الدجاجة هاهي خرجناها، وهذا العدس طيبناه، وهذه الحلبة طيبناها، كل حاجة طيبناها بعدها، وجا وقت الدريساج. كيف ما كتشوفوا البنات حنا بدينا كنحطو في الدجاج، دابا كنحطو ومن بعد نحط لكم دريسين الاخراني ان شاء الله. البنات ها الرفيسة ساليناها، تبارك الله على ماما، الله يخلي لها علينا وعطاها صحيحتها. كيف ما كتشوفوا سوقناها بالتمر بلا دراجيب اللوز، ايوا كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.